السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد النقبي من الإمارات. إن شاء الله اليوم راح أعطيكم فندق ذا أوبيريو في مدينة أودابور في الهند. يا سلام، هذه ساحة الفندق بس من برا، بعدنا ما دخلنا لا اللوبي ولا الغرفة ولا المسابح. ونقول وصلنا غرفتنا. صراحة من الآخر وأهم شيء طبعا الفيو. طبعا كل غرفة لها باب يطلعك على الصورة تتكلم، لازم أقول شيء. هذه هي غرفتنا، وطبعا هالكراسي خاصة فينا، وهذا مدخل خاص لكل غرفة يدخلك على المسبح اللي هو شبه خاص تقريبا. المسبح هذا بطول الفندق كامل، وكله مطل على البحر. أبغى أشوف اللي كانوا يقولون على الهند حلوة، خلهم يكلموني. طبعا مثل ما قلت لكم، أودابور مشهورة بأحلى وأفخم الفنادق حول العالم، وهي في الأصل أصلا كانت قصور للملوك البريطانيين أيام الاحتلال، وحاليا تحولت إلى فنادق. وهالمبنى الأبيض بعد أحد فنادق أودابور، والفندق كامل في نص الماء، وإن شاء الله راح نزوره ونصور لكم إياه. وهذا الحمام وانتم بكرامة، صراحة شيء واو. وطبعا أهم شيء الفيو. العشاء اليوم شكله ببلاش، اشوف يرتبون هناك طاولات، شكل اليوم عرس هناك. زين بنحضر بنجرب افراحهم بعد. والفندق ينفع للعوائل او الشباب، حتى لو العوائل معها اطفال بعد راح ينفع، ولا راح يزوره عمره ما راح يندم. جدا جميل. والموسم يبدا في أودابور من شهر اكتوبر لين شهر مارس، يكون افضل وقت لزيارتها. الجو يكون بارد وحلو، انما الحين حار. دول الخليج كلهم يحتاجون لفيزا لدخول الهند. لو راح تسويها عن طريق الاونلاين راح تكلف 255 درهم، ولو عن طريق المكتب بتكلفك 400 درهم. يلا الحين راح ناخذ جولة حول المنتجع ونراويكم شو الموجود وشو النشاطات الموجودة في الفندق. هذه حديقة المنتجع، نطلع على البحر طبعا. هذه احدى المطاعم الموجودة في المنتجع. وهذه الغرف العادية، وتكون طبعا مطلع على الحديقة مش امام المسبح. طبعا مثل ما قلنا، هالفندق كان قصر لأحد الملوك سابقا، وهذه أقدم غرفة في القصر كامل، وكانت غرفة الملك. هذا أول جزء بنا في القصر، الغرفة اللي تم صورتكم إياها، الملك كان يقعد فيها ويستطاد صايدة من الإبل. وبعد فترة بنا القصر كامل. وهذا المسبح الخاص بالغرف، وهذا المسبح العام للفندق.
وهذا المسبح الثاني الموجود بالفندق بس قاعدين يزينون حواليه، أتوقع فيه عرس اليوم. وهني في ترتيبات لعرس ثاني، بس الفرشة عجبت التصميم الروماني. انتهينا من تغطية المنتجع، بس أكثر شيء عجبني في المنتجع صراحة الموظفين، لو تعطيه 1000 أو 2000 أو 3 بقشيش مستحيل يقبل منك أي شيء.